بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. معاكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن أعراض ما بعد الكورونا. ناس كتير جدا بتجيلهم أعراض في جسمهم أو ألام في جسمهم ما بعد الكورونا، ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة. معكم دكتور عبد الله مغازي، أستاذ مساعد الروماتيزم وأمراض المناعة جامعة القاهرة. مرض الكورونا او عدوى فيروس كورونا بتسبب اعراض في الجسم، السخونيه، اعراض في الصدر، اعراض كتيره جدا، تجلط، اعراض كتيره جدا لفيروس كورونا. ولكن بعد الناس ما بتخف من الاعراض ديت وتخف من الكورونا وترجع من البيت، يجي لهم بعد الكورونا بعد ما خفوا تماما من الفيروس والفيروس التحاليل بتاعتهم بقت طبيعيه وكل حاجه بقت كويسه، بيجي لهم اعراض بعد كده في الجسم، اعراض روماتيزميه او اعراض في الاعصاب او اعراض في المفاصل او في العظام. فده موضوع فيديو النهاردة وده اللي هنتكلم عليه. فيروس كورونا ممكن يسبب بعد ما الواحد يخف من الفيروس تماما والفيروس يختفي تماما بعض الأعراض. الأعراض دي ممكن تقعد مع الإنسان فترة، تقعد شهور، تقعد شهر، اتنين، تلاتة، ممكن أكتر من كده شوية، ممكن أقل من كده شوية. فده بنقول الفيديو ده عشان الناس تبقى عارفة إن لو جالهم حاجة بعد الكورونا، والكورونا طبعا جت او هتيجي لنسبه كبيره جدا من البشر ان لم يكن اغلب البشر على مستوى مصر او العالم هيجي لهم كورونا او جالهم كورونا. فالفيروس بعد ما الانسان بيخف من الفيروس ويختفي الاعراض تماما وصدره يتحسن والدنيا تتحسن، يشتكي من وجع في جسمه، وجع في المفاصل، يشتكي من وجع في مفاصله. ووجع المفاصل ده ممكن يبقى شديد جدا ويصاحبه تورم بالمفاصل يبقى شبه الروماتويد بالظبط. يعني جينا المريضة عندها تورم بمفاصل ايديها ورجليها ومفاصلها وارمة زي الروماتويد وتحاليل التهابات عالية وسرعة ترسيب عالية شوية ومش عارفة تحرك ايديها وتتشخص الروماتويد. فالكورونا ممكن تعمل تورمات والتهاب بالمفاصل شبيه بالروماتويد، ده أول حاجة. تعمل ألام في الجسم شبه الفايبروميالجيا، يعني ألم بالرقبة، ألم بالظهر، اللي هو الفايبروميالجيا طبعا اللي مش متابع الفيديوهات بتاعتنا هي حاجة اسمها متلازمة الألم العضلي الليفي. يبقى ألم وتكسير في الجسم كله، أنت بتحس بألم في جسمك وكل وتكسير في الجسم كله، صداع وزغلالة في العين، إحساس الاختناق، ضربات قلبك، شك في صدرك، انتفاخ في البطن، إحساس دائم بالخمول والإجهاد، وألم هنا في الرقبة، ألم في الاكتاف، ألم في الظهر، ألم في الظهر من تحت، ألم في الدراعات، ألم في الرجلين. فكل دي أعراض الفايبرومالجيا أو متلازمة الألم العضلي الليفي. دي ممكن تكون حاجة موجودة بعد العدوى الفيروسية أو بعد الكورونا. فدي حاجة مهمة جدا، وكتير جدا من مرضى الفايبرومالجيا لما يجي لهم كورونا أعراض الفايبرومالجيا بتزيد، يعني أعراض الألم العضلي الليفي عندهم بيزيد بعد الكورونا، وتلاقي الألم زياد قوي، ولأن الكورونا دي حاجة محفز مناعي بتزود نشاط المرض. يعني بيجي لهم تنميل في ايديهم ورجليهم، يعني المرضى الكورونا بعد ما يخفوا من الكورونا يجي لهم اعراض تنميل في الايد والرجل، تحس بخذلان، تحس بتنميل، تحس بتكسير. فدي من ضمن الاعراض اللي موجوده. الشد العضلي، تحس دايما بالعضلات رجليهم ان العضله بتشد دايما، الم شديد في العضلات بتاعه الرجلين من ورا، والسمانه ممكن يحصل فيها الم في العضلات وشد في العضلات دايما، ده بيبقى اعراض ما بعد الكورونا. فدي كلها اعراض بتبقى موجوده في كثير من المرضى وتيجي بعد الكورونا، وساعتها ممكن تتشخص غلط مرض روماتيزمي، فنبقى عارفين ان دي اعراض ما بعد الكورونا مش مرض روماتيزمي. بعض التوترات النفسيه، ممكن يحصل بعض التوترات النفسيه او الاكتئاب او التوتر العصبي. التوتر العصبي والاكتئاب ده من اعراض الفيروس، ممكن تيجي مع الفيروس اثناء العدوى وممكن تستمر بعد ما نخف من العدوى تماما، يبقى في شويه اعراض من التوترات العصبيه. التوترات العصبيه دي ممكن تنعكس على الجسم بالام جسمانيه موجوده في جسم الانسان تسبب الالام وتسبب الاعراض دي. اعراض بسبب العلاج، يعني ناس كتير جدا من اللي بتاخد علاج الكورونا بيبقى فيه كورتيزون. الكورتيزون ده ممكن يسبب مشاكل لجسم الانسان، يعني انت لما بتاخد كورتيزون من بره، وكورتيزون مهم جدا لبعض مرضى الكورونا، مرضى الكورونا اللي عندهم مشكله في الرئه لازم ياخدوا كورتيزون، لان ده اللي بينقذ الرئه عندهم واللي بيخلي الرئه ترجع تاني طبيعيه وتشتغل تاني الرئه عندهم يعني. فالكورتيزون لما بتاخد كورتيزون بره من بره جسمك، الغده الكظريه اللي بتفرز الكورتيزون في جسم الانسان بتقف ونشاطها بيقف،
فلما بتتوقف عن اخذ الكورتيزون بيحصل لك الام في عظمك بسبب نقص الكورتيزون في جسمك. فعشان كده بنحمي نفسك، بتحمي نفسك من حاجه زي كده، ان الطبيب اللي بيعالجك يقلل لك الكورتيزون تدريجيا، ما يبقاش تقليل فجائي للكورتيزون ولكن تقليل بالتدريج. يعني بعض الام العظام برضو ممكن تحصل او هشاشه العظام تحصل بسبب الكورتيزون، ودي ممكن نحمي نفسنا احنا ناخد كالسيوم وفيتامين د لفتره بعد ما نوقف او اثناء ما بناخد الكورتيزون، وده بتحمينا من الم العظام وتحمينا من اي مشكله ممكن تحصل اثار جانبيه للكورتيزون. نتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهارده، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.